والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميل خالد أبو شقرة. أهلا بكم. توقعت شركة فيتش سوليوشنز في أحدث تقاريرها أن ينمو الإنفاق الأسري الحقيقي في لبنان بنسبة 1% على أساس سنوي خلال العام الحالي، وخفضت الشركة توقعاتها على خلفية اندلاع الحرب وما تركته من آثار على السياحة وأعداد الوافدين والرغبة في الإنفاق. وتتوقع فيتش أن يظل الدخل ومستويات المعيشة أقل من مستويات ما قبل الأزمة لغاية العام 2030، ما قد يشجع على الهجرة على نطاق واسع. عدل الضمان الاجتماعي التعريفات ل 3200 عمل جراحي مقطوع، وبدأ العمل على دراسة حول إمكانية تخفيض مساهمة المريض المضمون من 55% حاليا إلى ما بين 20 و25% من الفاتورة الاستشفائية، كما تعهد بتسديد 95 مليار ليرة للمستشفيات بدل علاج غسيل الكلى والأعمال الجراحية المقطوعة، محذرا من تحميل أي فروقات للمرضى تحت طائلة فسخ العقد. تم تداول معلومات مالية عن اعتزام المصارف الأجنبية مطالبة السياسيين اللبنانيين والموظفين الحكوميين وسائر الأشخاص المعرضين سياسيا بتبرير مصادر أموالهم في الخارج، وفي حال عجز المكلفون يتم تجميد الأموال باعتبارها فاسدة. وترافق هذا الخبر مع قيام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد حسابات 6 من الضباط اللبنانيين الكبار، ما يدل على اتخاذ الدول الأجنبية قرارا حاسما بالقيام بإجراءات متشددة تمنع ضرب النظام المالي العالمي وزعزعة الثقة به من الباب اللبناني. إذا صحت هذه الأخبار أكيد رح يكون في تداعيات كتير كبيرة على لبنان، تداعيات إيجابية سواء كان على الناحية الاقتصادية، سواء كان على الناحية الإدارية المالية النقدية. مثالا يعني على الناحية الاقتصادية أكيد رح ترجع الثقة على لبنان، وهذا الأمر بيعني بكل بساطة أنه رح يرجع يصير في استثمارات. على صعيد النقدي رح نشوف انخفاض بمستوى سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وهذه كلها أمور إيجابية أكيد لبنان بينتظرها. تعهد المؤتمر الدولي للمانحين الذي استضافته الكويت بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم قطاع غزة، وستعمل المبادرة التي أطلقتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال العامين المقبلين على حشد جهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة. مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا.